بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلا بالفيديو اليوم إن شاء الله تعالى راح أشرح كيفية إنشاء حساب وتفعيل حساب بموقع الأجنتور ديجيتال. طبعا هذا الحساب من خلال الموقع بإمكانك تستفيد منه على الشكل التالي، إنه من خلال الموقع صار بإمكانك تراسل موظفك بالجوب سنتر أو موظفك بالأجنتور بشكل أونلاين من دون الحاجة إلى إنك تراسله بشكل بوستات أو ورقي، أو إنك تروح على الجوب سنتر أو على الأجنتور عشان توصل الرسائل المتبادلة بينك وبين موظفك بالجوب سنتر. فمن خلال هذا الحساب، بعد ما تعمل حساب على هذا الموقع، صار عندك حساب على الموقع، فبإمكانك تراسل الموظف أونلاين مباشرة، فراح يصل أي رسالة تبعته للموظف أونلاين خلال دقائق راح يصل للموظف الخاص فيك، سواء كان الجوب سنتر أو الأجنتور. بس أول خطوة إجباري لازم تعمل حساب على هذا الموقع، وبعدها وانطر حتى تتفاعل، بعدها يصير بإمكانك تتواصل مباشرة مع الموظف بالجوب سنتر، سواء تبعت أوراق أو تطلب مواعيد أو استفسارات متعددة. هلا راح نبلش بخطوات كيفية إنشاء حساب بهذا الموقع. هلا راح فوت على الموقع الخاص بالأجنتور ديجيتال على الشكل التالي، هيك الرابط. طبعا هذا هو الرابط الخاص بالأجنتور على الشكل التالي، هذا الرابط الخاص بالأجنتور www.arabitesagentur.de. طبعا بعد ما فتنا عليه على الشكل التالي، اطلب منك اكيد اول خطوه انه نعمل حساب بهذا الموقع. هلا اول شيء لازم نعمل حساب بهذا الموقع، رح نكبس على كلمه الامن لونج الموجوده عندي هون بالاعلى على اليمين، نكبس عليها ضغطه هيك. فمثل ما شايفين عندي هون عم يطلب مني انه اسجل. طبعا انا بالنسبه لي بدي بلش بخطوات التسجيل، عم يطلع عندي على الشكل التالي خيارين، انه بامكانك تسجل كبريفات او بامكانك تسجل كشركه. انا شخص عادي، فبدي سجل كشخص عادي كبريفات. رح نكبس كلمة ريجستيرن على الشكل التالي تسجيل. طبعا هون بعد سكند عامل حساب من قبل، انا بالنسبة لي ما عندي اي حساب. رح ابلش بالخطوات، رح اكبس كلمة ريجستيرن على الشكل التالي عشان سجل لأول مرة. رح نكبس على النقطة المربع الموجود عندي، نكبس عليها ضغطة هيك. هلا عم يخبرك على الشكل التالي انه اذكر شو هي الاسباب اللي بتدفعك انه انت تسجل بهذا الموقع. طبعا بامكانك تحط الشيء اللي بناسبك. انا فرضا بدي احط هذا الطلب انه عشان ابعث طلبات خاصة فيني. طبعا انت بامكانك تختار الجميع ما سبق، انا بالنسبة لي فرضا بدي اختار بس الخيار النصاني. هلا اعطيها كلمة فايتر. هلا عم يخبرك اول شيء الخطوات هي التسجيل، بعدها ادخال المعلومات الشخصية، بعدها طرق التواصل، بعدين ادخال الكود الخاص بالفحص. هلا رح نبلش بالخطوات. هون عم يطلب مني على الشكل التالي دخل اسم المستخدم او البريد الالكتروني. انا بالنسبه لي رح ادخل البريد الالكتروني الخاص فيني. هلا بعد ما دخلت البريد الالكتروني الخاص فيني على الشكل التالي، رح ننزل لتحت بالاسفل، عم يطلب مني ادخل كلمه السر وارجع اكررها بهذا المربع. هلا رح ادخل كلمه السر من عندي. طبعا انا دخلت كلمه السر لاول مره، هلا رح ارجع اعيد نفس الكلمه. رجعت عد نفس الكلمة. طبعا كلمة السر لازم تحوي على رموز وأرقام وأحرف ومتألف من 8 مراتب على الأقل. هلا أنا بعد ما دخلت كلمة السر راح أنزل تحت بالأسفل كمان على الشكل، بعطيني أنا قرأت الشروط والخصوصية الخاصة بهذا الموقع، حطوا إشارة تشيك، ننزل تحت بالأسفل كمان، ننزل تحت بالأسفل. هلا بعطيك على كلمة فايتر. هلا أنتم شايفين هون عم يطلب مني أدخل المعلومات الخاصة فيني، الفور نامة الاسم الأول، النامة سوزات الاسم الثاني، ناخ نامة. طبعا بالنسبة لي راح ادخل فقط المربعات اللي حدها كلمة نت. هلا مثل ما شايفين عندي هون عم يطلب مني ادخل المعلومات الشخصية الخاصة فيني، الاسم الاول، الكينيا، التاريخ الميلاد، الجنس وتاريخ الكيبوت زاتوم، مدينة المولد، البلد اللي انت فيها، الجنسية الخاصة فينك. بعدها راح اعطي على كلمة. انا بالنسبة لي راح اعبي هاي البيانات، وبعدها راح كفي. هلا راح ابلش بتعبئة المربعات، وبعدها راح اكبس على كلمة فايتر الموجودة عندي بالاسفل. هلا بعد ما حطيت البيانات الشخصية، الاسم الاول، الاسم الثاني، الميلاد، منطقة الولادة، الجنسية اللي أنا أحملها. هلا راح ننزل تحت بالأسفل، راح نكبس على كلمة فايتر الموجودة عندي هون على الشكل التالي، كبس كلمة فايتر. هلا بعد ما كبسنا على كلمة فايتر على الشكل التالي، عم يطلب مني إدخال الهوبت أنشيفت يعني العنوان الأساسي، الشتراسة اسم الشارع، الهوت رقم البيت، البوست لاي تتصل رقم البريدي، الأورت المنطقة اللي أنت ساكن فيها حاليا، طبعا البلد هو ألمانيا. تحط هون كاين إذا كان عندك عنوان، أنا بالنسبة لي فقط عندي عنوان ثابت راح أدخله. طبعا راح أدخل فقط المربعات اللي حدها إشارة نجم، هي الضرورية. أما المربعات اللي ما فيها حد، اللي ما فيها إشارة نجم، ما ضروري إنك. أنا بالنسبة لي راح أدخل هاي البيانات، راح أدخل هاي البيانات وراح كفي. دخلت اسم الشارع ورقم البيت والرقم البريدي والاسم المنطقة
وحطيت انه انا ما عندي عنوان ثاني وعنوان مختلف، حبيت احد كلمه ثانيه. هلا راح انزل لاحظ بالاسفل، راح انزل بنزول. هلا عم يطلب مني ادخل الى طرق التواصل معك، طبعا البريد الالكتروني راح يكون نازل بشكل اوتوماتيكي. هلا هو راح ادخل رقم التليفون الخاص بينك، وانا اذا كان عندك رقم تليفون راح تدخله، انا ما عندي، او رقم الفاكس او رقم الموبايل. انا بالنسبه لي راح ادخل فقط رقم الموبايل. طبعا انا دخلت رقم التليفون الخاص فينك، وعم يطلب منك اذا كان عندك ايميل تبع اللاحقه دي. بالنسبه لي ما عندي، بامكانك هذا تركه فاضي. هلا راح اكبس على كلمه فايتر الموجوده عندي هون على الشكل التالي. هلا بعد ما دخلنا رقم التليفون راح اكبس على كلمه فايتر الموجوده عندي هون بالاسفل. هلا عم يطلب مني مراجعه المعلومات اللي انا دخلتها على الشكل التالي. هلا عم يعطيني بالمرحله الاخيره على الشكل التالي، عم يطلب مني مراجعه المعلومات اللي دخلتها، بيانات التسجيل الدخول، اسم المستخدم، البيانات الشخصية، الاسم، العنوان، الميلاد، البلد، مكان الولادة. راح نزل تحت بالأسفل كمان عم يعطيني انه اتأكد من البريد الالكتروني اللي دخلته. هلا عم يطلب مني على الشكل التالي بالمرحلة الأخيرة انه اتأكد انه سؤال الأمان. هلا عم يطلب مني اكتب هاي العبارة الموجودة عندي هون بالأعلى، اكتبها هون بالأسفل. هلا راح ادخلها. هلا بعد ما دخلت العبارة الموجودة عندي هون بالأعلى راح اكبس على كلمة ابشكن. هلا عم يخبروني على الشكل التالي انه تسجيل خاص فيني، تقريبا تم انشاء حساب بهذا الموقع. عم يخبروني انه الايام القادمه راح احصل على كود راح يجينا على البيت عشان تفعيل هذا الحساب. هلا كان عم يطلب خبروني انه بعثوا لي كود على الايميل اللي حطيته. عم يطلب مني اضغط على اللينك اللي بعثوا لي على البريد الالكتروني عشان تاكيد هذا الحساب. احنا راح نمسح كلمه فايتا على الشكل التالي مثل ما شايفين عندي هون. هلا بالنسبه لي هلا حاليا لازم اروح على الايميل الخاص فيني، راح اشوف انه جاني كود من هذا الموقع، لازم اكبس على الرابط اللي بعثوا لي اياه. طبعا وصلنا على البريد الالكتروني على الشكل التالي، رابط عم يطلب مني انه على الشكل التالي انه عشان تاكيد التسجيل عم يطلب مني اكبس على الرابط. راح اكبس على الرابط الموجود عندي هون اللي بعثوا لي الشوب سنتر من خلال البريد الالكتروني، راح اكبس على الرابط على الشكل التالي هيك. فانتم شايفين هون عم يخبروني انه التسجيل الخاص فيني تم تاكيده. هلا راح اكبس صورة من دون. هلا عشان اعمل تسجيل دخول راح اكبس على كلمة دخلت الاسم المستخدم او الايميل الخاص فيني مع كلمة المرور. هلا اعطيه على كلمة من دون. انا سجلت دخول بحسابي على بحساب بالموقع الانجلتور ديجيتال، سجلنا دخول. هلا بعد على الشكل التالي راح اكبس على كلمة بروفايل على الشكل التالي، نكبس عليها ضغطة هيك. بعدها راح اختار على خيار اسمه داتا اند انشلينجن يعني البيانات والاعدادات، نكبس عليها ضغطة هيك. يطلع عندك على الشكل التالي، راح نختار خيار الاسم هيك اللي حده اشارة قفل، معناها بالعربي التنشيط، غش التونج يعني التنشيط، نكبس عليها ضغطة هيك على الشكل التالي. هلا يعطيك على الشكل التالي انه بيطلب منك تأكيد الايميل. انا بالنسبة لي البريد الالكتروني الخاص فيني اكدته، اجاني رابط على البريد الالكتروني اعمل له تأكيد. هلا بالنسبة لي بدي اعمل تأكيد من خلال واطلب البين كود، هذا البين كود رح يجيني من رح اكبس على كلمة انفوغدن، فرح يصل طلب للجوب سنتر، فرح يبعثوا لي على البيت الخاص فيني بين كود مؤلف من 4 ارقام. المفروض هلا رح اكبس على كلمة انفوغدن على الشكل التالي. بعد ما اكبس على كلمة انفوغدن رح يجيني بوست من الجوب سنتر يحوي على كود. بعد رح اكبس على كلمة بشتدكن عشان تاكيد هذا الكود اللي رح يجيني على من خلال البوست اللي يجيني من الجوب سنتر. انا حاليا بالنسبة لي بدي اطلب هذا الكود عشان يجيني على البيت، رح اكبس على كلمة انفوغدن على الشكل التالي هيك. هلا انا حاليا المفروض علي فقط انطر البين كود رح يجيني من الجوب سنتر، وبعدها رح اكفي بعملية التنشيط. هلا بعد انتظار حوالي 3 ايام وصلني ورقة من الجوب سنتر تضمن على الشكل التالي باركود، عم يطلب مني هذا الباركود عشان تأكيد حسابي على الجوبس على موقع الاجنتور الديجيتال. هلا راح ارجع على هلا مثل ما شايفين عندي هذه الورقة تتضمن على كود، بس انا عامل اخفاء الكود لان هذا الكود سري المفروض ما حدا يعرفه. هلا بالنسبة لي راح اخذ الكود الموجود بالورقة، بعدها راح انتقل بشكل مباشر على الموقع على حسابي بموقع الاجنتور. هلا بعد ما وصلني الكود عبر البريد عبر البوست، وصلني بريد يحوي على كود. هلا انا بالنسبة لي راح اخذ الكود الموجود بالبريد، بعد راح انتقل على حسابي بموقع الشوب سنتر اجنتور، راح سجل دخول بحسابي، بعدها راح نكبس على خيار اسمه ماين بروفايل على الشكل التالي، نكبس عليها ضغطة هيك عشان نبلش بعملية التنشيط الخاصة بالحساب. بعدها راح ننزل لتحت بالاسفل على خيار اسمه الاعدادات والبيانات، فنكبس عليها ضغطة هيك على الشكل التالي. بعد راح ننزل تحت بالاسفل راح نشوف في عندي هون خيار اسمه التنشيط او فقايش التونج يعني التنشيط، فنكبس على الخيار الموجود عندي هون ضغطه هيك، راح يحولني بشكل مباشر على الخيارات الخاصه بالتنشيط الخاص بالبين كود. انا بالنسبه لي من قبل كنت طلبت البين كود انفوغدن يعني طلبت، فاجاني هذا البين على البيت. هلا انا بالنسبه لي الكود صار عندي، فبعد راح نكبس على كلمه بيشتريكون الموجود عندي هون عشان ناكد الكود، راح نكبس على السهم الموجود عندي هون حتى كلمه بين بيشتريكون، نكبس عليها ضغطه هيك. فهمت المشرفين عندي هون عم يطلب مني ادخل البين كود الموجود بالورقه اللي بعثوا لي اياها الجوب سنتر. هلا بعد ما ادخل هذا الكود راح اكبس على كلمه بين بيشتريكون، وهيك بكل بساطه يكون حسابي يتاكد على
على موقع الاجنتور وصار بامكاني اتصفح اي بوستاج يعني من جوب سنتر، شو في عندي مواعيد، شو صار عندي اجراءات. هذا بالنسبه للي راح ادخل الكود، بعدها راح اكبس على كلمه بيشتري كان على الشكل التالي. هلا بعد ما اكدت الحساب بالبين كود سجل دخول على حسابي على الاجنتور، فشفت على الشكل التالي انه حتى اشاره الظرف او البريدي، فحنشوف صار عندي اشعارات، صار بامكان هاي الاشعارات شوفها، هي جميع الاشعارات اللي بعت ليها جوب سنتر عشان اختراعات العمل او الاشعارات اللي بعت ليها بالبوست العادي. وبنفس الوقت بامكانك تشوف اي ترمين جايك للجوب سنتر، فرضا تكبس على كلمه ترمين، فانت من خلال هالميزه بامكانك تشوف اذا جايك اي موعد من الجوب سنتر، فتنزل لتحت بالاسفل فشوف على الشكل التالي انه جايين ترمين من الجوب سنتر. وبنفس الوقت بامكانك تبعت اي رساله لجوب سنتر من خلال الموقع. هات هاي كانت كل شيء متعلق بكيفية تفعيل حسابي الاجنتور بموقع الاجنتور ديجيتال. هلا الفيديو ان شاء الله تعالى بيكون انتهى، وشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.